عسلامة. صلاح الدين الخلوقي، أنا بالنسبة لي أمثل مدير وكالة أسفار طيبة في مدينة في دولة المغرب، تابع الغرفة، يعني جاءوا معنا العديد من المقاولين يعني اللي أنهم شاركوا في هذا الملتقى. بالنسبة لهذا الملتقى يهمهم في بعض يعني الصناعات وبعض يعني نقولوا مثلا بعض العقاقير اللي كاينين هنا، كيف الانشاءات ديالها والاثمنه ديالها، باش انهم يشاركوا في هذا المعرض، وبعد مستلزمات البناء اللي غتكون يعني من ضمنها انهم يستوردوها من تركيا، فهي موجوده عندهم هنا، وهذا هو الامر اللي جاوا عليه الاخوان، والحمد لله داك الشيء امتياز. يعني كاين العديد من الاخوان انهم تعاقدوا مع بعض الشركات اللي هنا عندها مثل الرخام، مثل الإنوكس، مثل يعني أنواع من الأشياء المستلزمات البناء الداخلية والخارجية. مسيو صالح، حبيت نسألك ما رأيك بالملتقى من حيث المكان والتنظيم والمشاركة؟ نعم، بالنسبة لي أنا أول مشاركة لهذا اللقاء، يعني أحسن لقاء كان يعني، وكان بالهدوء، وداك الشيء كان كاع الإخوان كاع المقاولين يعني كان عندهم ممتاز، ولقوا يعني بروموسيوات عند الاخوان في البيع المستلزمات البناء، وكانت الحمد لله الامور بخير، وكانت الرحله ممتعه، والحمد لله احنا ناشطين في الانشطه ديالنا الان ان شاء الله، ونطلب الله التوفيق باذن الله تعالى. سيد صالح، ما هدفك، ما هدف حضرتك من حضور الملتقى، وهل وجدت ما تبحث عنه؟ نعم، الهدف مني أني السنة المقبلة إن شاء الله يكونوا معي يعني مسافرون كثيرين من المقاولين، يعني يجوا معنا في الشركة ديالنا من الأصفار، وإن شاء الله نطلب الله تعالى التوفيق، ويعني نتمنىهم الله تعالى الناس ينشطوا مزيان باش يخبروا المقاولين اللي في المغرب، باش العام السنة الجاية إن شاء الله يكونوا أكثر إن شاء الله.